طيب ابراهيم البني من اي بلد بفلسطين؟ من السمرية. وقت طلعتي من فلسطين قديش عمرك يا حجه؟ 5 سنين. طب انت حابه ترجعي على السمرية؟ لكيف؟ هسه قبل بكره. ليش؟ حابه لان بلدي وارضي وعرضي، كيف مش حابه؟ واحد بيكره بلده وارضه. يعني ما بتنازلي عن حق العوده انت؟ لا. لو اعطوكي توطين وتعويض؟ لو انطوني املاك الدنيا كلها بنابها لا ممكن اتنازل عن حبة رمي. هذا الشيء بتوصيه لاولادك يا حجة؟ انه ما تتنازلوا عن حق العودة. لو بحطوا لكم شو ما حطوا لكم املاك لا ممكن تتنازلوا وتتركوا ارضكم وعرض بلدي خلقت فيها وربيت فيها واملاك وروحي فيها.